السلام عليكم حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل محشي الملفوف او محشي الكرنب بتكايه جديده جدا، اول مره على اليوتيوب. طريقه جديده جدا مميزه بجد، هتدعي لي عليها. شايفين لونه وشايفين طعمه وشايفين جماله، اقسم بالله شويه محشي عمرك ما اكلتيهم في حياتك. تكايه جديده واول مره على اليوتيوب بطريقه جديده جدا. ما تنسناش في لايك واشتركوا في القناه لو لسه اول مره تشوفي قناتي. النهارده يا حبيبي بقى خلاص معايا الملفوف اهو او الكرنب. هبتدي بقى اسلق الاول. معايا ميه على النار، اول ما تدخن قوي قوي كده تسخن قوي ما تخليهاش تقلب، احط رشه كمون ورشه من الملح، وهبتدي بقى اسلق الكرنبيه. انا مقوراها اهيت، هبتدي بقى اسلقها كده، احطها كده، واول ما ايه تاخد كده لون معايا من تحت وتحس ان استوت معايا شويه قلبيها وطلعها على طول، بلاش تقسي عليها عشان ميتهرش منك. بتطلعها على صينيه كده وتفرشي كده علشان يتهوى. خلصت كده هعمل بقى الخلطه. معايا هنا حوالي 4 بصلات كده كبار، زودي كميه البصل، انا منعمهم جدا زي ما انتم شايفين. ومعايا سمنه بلدي ومعايا زيت، هحط شويه من الزيت على حته السمنه اللي معايا. هيبتدي بقى يقدحوا قوي ويسخنوا، هنزل بقى بالبصل على الزيت او السمنه. هديها كده تقليبه، اول ما البصل لونه يتغير معايا ويصفر كده بسيط قوي قوي يدبل انزل بالطماطم. معايا طماطم انا مفرزاها في الفريزر الجاهزه، يعني ده كيلو من الطماطم، يعني كيلو الرز هياخد كيلو طماطم. انا هعمل كيلو رز النهارده، قصاده على طول كميه الرز قد كميه الطماطم، تعصري كيلو من الطماطم. الطماطم دي كانت عندي مسبكه جاهزه في الفريزر، كنت انا مخزناها يعني. ان شاء الله التكايه الاخيره خالص في اخر الفيديو شوفوها، وشوفوا طريقتي في الخلطه مميزه جدا. خلاص بقى هي اصلا مسبكه معايا لان كنت مسبكاها ومخزناها في الفريزر. تاخد بس غلوه واحده وبعد كده احط التوابل والتوابل والحاجه بتاعتها والرز. بالنسبه بقى للتوابل معايا ملح، بهار مشكل، رشه قرفه، رشه فلفل اسمر، رشه من البصل بودر، رشه شطه حمراء، رشه من توابل المحشي من عند العطار جاهزه اسمه توابل المحشي، 4 فصوص من الثوم مهروسين، ومعايا هنا شطه سبايسي خضرا حرقه، دي حسب لما يعني الرغبه، عايزه تحطي تمام مش عايزه خلاص. يبقى ملح، بهار مشكل، بصل بودر، فلفل اسمر، رشه قرفه، شطه حمراء، توابل المحشي، وثوم وشطه خضراء. هنزل بقى كده على التقليه او على الصلصه اللي مسبكه الجميله دي. الله على الريحه لما نزلت كده، التوابل فظيعه اقسم بالله فظيعه. جربي طريقتي كده في المحشي، شوفي كده فرق يعني غير المحشي انت بتعمليه خالص بجد، يعني فرق وحاجه كده وهم، طعمه وريحته تجنن. والتكايه الاخيره بقى اللي هعملها اول مره على اليوتيوب بقى، التكايه دي بجد يعني هتفرق معاكي قوي قوي، كل اللي هياكل محشي عندك بجد يعني هيشكرك عليه. خلاص كده سبكت معايا ما فيهاش اي ميه، سبكت ونشفت اهي. معايا كيلو من الرز انا غسلاه ومصفياه، زي ما قلت لكم كميه الرز قد كميه الطماطم او اللي انت تعصريها، يعني كيلو رز على طول قصاده كيلو طماطم. هنزل بقى كده بالرز وهبتدي اشوح فيه شويه على النار، قيمة دقيقه كده اشوح شويه تمام. زي ما قلت لكم الرز لسه على النار عادي، بشوحه كده قيمة دقيقة بس كده، وبعد كده بطفي عليه النار عادي. جربوا يا جماعة الطريقة دي بجد والله هتدعولي عليها، شوية محشي زي العسل حكاية كده. والسر كله بقى في التكاية الأخيرة، خليكوا بقى معايا امشي واحدة واحدة. تجربوا بقى التكايه الاخيره دي، السر كله تجربوا بقى في الكرنب في الملفوف يعني، او البتنجان، ورق العنب، اي انواع محشي. خلاص كده سبك معايا شويه ونشفت معايا على النار شويه اهي، شوحتها حبه حلوين، هطفي بقى النار عليها كده تمام جاهزه معايا.
بصوا خلاص كده اهي ما شاء الله، سيبها بقى تبرد يعني شويه كده، واكون بقى غسله الخضره ومجهزاها. الخضره عباره عن كزبره خضراء وشبت بس، ما بحطش بقدونس، تخرطيها ناعمه جدا ما تخليهاش كبيره، بتبقى ناعمه كده كله يبقى ناعم، البصل ناعم بشره كده، وعندك برضو الخضره تبقى ناعمه. هشوحها تشويحه تبرد معايا شويه وابتدي احشي. معايا الكرنب او الملفوف قطعته كده وجزأته، معايا هنا العروق مقطعه كده قطع صغيره، هحطها كده في قاع الحله، وهنزل بقى بالاخضر الاول. لو انت عندك شويه خضر اول صف من تحت الاخضر على طول، تحطش اخضر. شايفه بقى طريقه اللف معايا ما شاء الله، بصوا اللف بتاعي هو لف على اللف، اللف يعني بيختلف، انا بلفه كده زي ما انتم شايفين رول، وبطلع اي حرف رز من هنا او من هنا، واي زوايد كده ملفوف بقطعها بصباعي كده وارص. لازم ترص الحله كده عشان تطلع معاكي مساويه، ومفيش صباع يخرج منه رزيه ابدا. خلصت كده السطر الاخضر، اهو خلصته، هبتدي بقى احشي الابيض على الوش والملون. تمام، اهم حاجه ترصيه، وبتيجي تلفيه كده حاولي ما تخليش رزيه خارجه وداخله، لا خليه كده صباع نظيف. انا كده خلصت اهي الحله، بسم الله ما شاء الله خلصتها اهيت ما شاء الله عليه مظبوط، مفيش رزيه خارجه من الصباع ومرصوص ومظبوط كده. تمام، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ يعني لون الخلطه خارط على الورق الكرنب كمان ما شاء الله، شويه ورق بتاع ده محشي سوري زي العسل. هبتدي بقى دلوقتي اسويه، هشغل النار، وعندي بقى شوربه هنا، شوربه فراخ النهارده او شوربه لحمه الموجوده عندك، اهم حاجه تكون شوربه بلاش ميه يا جماعه. هبتدي بقى ايه اسقيه. بالنسبه للسقي بتاعه بلاش الشوربه توصل لاول سطر من فوق، يعني الشوربه يا دوبك ابص عليها كده تبقى واصله للسطر اللي تحت على اللي التاني على طول. تمام، يعني ما توصلش للسطر اللي فوق زي ما انتم شايفين. ضيري كده الحله. تمام، زي ما انتم شايفه الشوربه هيت باينه، بس هيت يا دوبك من تحتها ما توصلش للسطر اللي فوق خالص. هغطيه بقى يقلب قلبتين، واول ما يقلب كده قلبتين معايا واحس ان الشوربه نقصت شويه اروح جاي مهديه النار. تمام، يستوي على نار هاديه، والتكايه الاخيره بقى بعد السوى هتشوف هنعمل ايه. خلاص كده اهو قلقته الشوربه نقصت شويه وقلب قلبتين، اهدي النار. تمام، خلاص كده استوى معايا، طفيت النار عليه، بسم الله ما شاء الله على جماله ولونه وريحته اللي تجنن. معايا بقى هنا طبق في قلبه حته ورق كده سلوفان، احط عليه بقى فحمايه، هاي دي بقى السر كله في الفحمايه دي، حته فحمايه كده انا كنت مولعه على النار حاططها في الطبق صغير، احط بقى شويه زيت كده صغيره عليها، هتدخن زي ما انتم شايفين دخنت قوي اهي، على طول اروح جايه كاتمه بالغطا، استنى 7 8 دقايق كده بقى، وتفتحي بقى كده الفحمايه كده خدت حقها خلاص، الدخانه بتاعتها خلاص كده، المحشي شبع كده من الفحم، جميل ما شاء الله على شويه محشي على الفحم، اقسم بالله يعني رهيبه والله العظيم، رهيبه رهيبه رهيبه. جربي الطريقه دي هتقولي انا عمري ما اكلت محشي بالطعم ده والجمال ده. الطريقه دي على فكره من طباخين بتوع الافراح، شفتهم مره بيعملوا التكايه دي جميله قوي قوي، بس ما شاء الله بقى بيعملوا في كميات يعني حلل ايه يعني كبيره قوي، دي بتاعت الافراح دي بيبقوا عاملين كميه فحم طبعا بيحطوه في طبق كبير، ونفس النظام زمان ما مشيت معاكم كده بيعملوها. وشايفين بقى الخلطه يعني لونها عامل ازاي، المحشي عامل ازاي، هطلع لكم بقى صباع اشوفه بقى مستوي، والرز جوه مفلفل مش معجن، الله على الجمال وريحته تجنن تجنن تجنن. بصوا بقى الرز اهو مفلفل اهو، شايفينه الرزايه بالرزايه بتاعتها مش معجنه ولا مكسره ولا اي حاجه، ولون الخلطه تحفه احمر وجميل، وليه لمعه لمعه كده جميل قوي، وده فعلا من المحشي يعني المظبوط. وشايفين بقى لو تلاحظوا مفيش رزايه واحده بس خارجه كده من الحله، بصوا ما شاء الله يعني مفيش رزايه واحده خارجه، ليه الرك على الحشو ما تيجي تحشي تقفلي الصباح كويس وما تخليش رزايه لا خارجه ولا داخله، تظبطي كده الصباع اضغطيه ضغطه بسيطه كده وترصيه. بصوا بقى انا هزيت الحله اهي قدامكم، هزيتها مش رصيت ولا زوقت بالبركه كده، وبغرف قدامكم اهو، اللهم صل على النبي، شويه محشي كفايه ريحتهم تجنن.
ما تنسناش بقى في لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ننزله. اشوفكم ان شاء الله يا حبايبي في فيديو جديد. في حفظ الله، مع السلامة.